كيف يمثل هذا المشهد، مشهد الناس مسلسلة كانت تفتح لها الطرقات وكانت بالبروتوكولات، اليوم هي مصفدة، وش يعني لك هذا المشهد؟ العدالة، لا أحد يعلو على العدالة في هذه المسائل كمشهد. أوكي العدالة، لكن كمشهد أنه أعطوا فرصة للتسيير وخالطوا الفساد أو اتهموا في الفساد أو توجد حولهم شبهات فساد، لنسقط الألقاب والمسؤوليات. في النهاية العدالة أمام هذه تسقط كل هذه الأشياء. كل الناس سواسية في مثل هذه المواقف. وفي حال انتخابك كيف سيكون مسار مكافحة الفساد؟ سيستمر. المسألة ليست حملة، ولكن لابد من تخليص المجتمع الجزائري من هذه الممارسات الفاسدة والضارة، الضارة بالمجتمع، الضارة بالأخلاق، الضارة بالسلوك، والضارة بالاقتصاد، والضارة أيضا بالدولة في حد ذاتها. والأمر تفضل أستاذ عز الدين، ربما اليوم في الشارع أو في الرأي العام أو حتى في بعض التحليلات السياسية وحتى المترشحين تحدثوا عن مكافحة الفساد، أنت تحدثت عن استمرار مكافحة الفساد، لكن البعض يطرح أسئلة. قانون مكافحة الفساد الذي جنح صراحة تهمة الفساد من التجريم إلى التجنيح، هل سيراجع الأستاذ عز الدين ميهوبي في حال ما إذا كان رئيس الجمهورية سيعطي أمر بمراجعة قانون الفساد وقانون مكافحة الفساد؟ جناية وليس جنحة. شوف المسألة يجب أن ننظر إليها ليس فقط من أن ترقي المسألة من جنحة إلى جناية أو هذه المسألة. أولا علينا أن نشخص الوضع، أن المجتمع دفع فاتورة كبيرة بفعل هذه الممارسات الضارة به، وبالتالي فإننا أصبحنا ربما في نظر العالم أننا مجتمع يعني عششت فيه مثل هذه الممارسات، حتى أصبحت، وأنا التقيت بأحد المسؤولين قال لي من الأجانب، قال لي كيف نأمن على مؤسساتنا من مثل هذه الممارسات مستقبلا؟ الوضع الاقتصادي اليوم. نعم هذه الوضع الاقتصادي. استثمار. إذن لا بد من استئصال هذه الآفة الحقيقية من المجتمع، ولا بد من سن قوانين بالمعايير الموجودة في العالم. ليس فقط أن نجتهد نحن في وليس من أجل الانتقام. نعم لا بد من هذا، هناك قوانين في مجالات عديدة يجب أن نعمل على أن نكون على درجة عالية أو معيارية عالية في مكافحة الفساد.